الجمال مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء صلاة. نصوم نقوم ونحيا مع الله في كل حال، نعمر بالخير الدنيا ونرضي بهذا. نصوم نقوم ونحيا. نعم أجمل، لأن السعادة ستكون في قرار نريد أن نتخذه معا، بأن نعيش مع آيات القرآن الكريم. تدبروا آيات الله في هذا القرآن في شهر القرآن. حياتي مع الله أجمل، حياتي مع الله وقلبي إليه تبتل صياما دعاء صلاة. أيام عظيمة نعيشها مع القرآن الكريم، نعيش مع التلاوة ومع سماع القرآن ومع أيضا الصلوات، لكن كيف نعيش أكثر مع تدبر آيات القرآن الكريم؟ استشعر الإنسان أن الله عز وجل يكلم بهذا القرآن، يا سلام، ويعيش مع هذا القرآن. خطاب يناديك الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا، يناديك، هذا خطاب الله عز وجل إليك. تستشعر هذه الآيات، تعرف ايش معنى هذه الآية، تتأملها، تعيدها. إن كانت آية رحمة تسأل الله الرحمة، إن كانت آية عذاب تتعوذ بالله من العذاب، وإن كانت آية جنة تسأل الله الجنة، وإن كانت آية نار تعوذ بالله سبحانه وتعالى من النار. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ في ليلة من الليالي يقوم الليل بآية واحدة يكررها ويبكي، يكررها ويبكي. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يكرر هذه الآية ويبكي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، عمر رضي الله عنه كان له خطان أسودان من خشية الله عز وجل. عمر كان يتفقد الرعية في الليل، وكان يتفقد الرعية، سمع تالي للقرآن يقرأ: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع إن عذاب ربك لواقع. تأثر عمر بسبب هذه الآيات حتى عاده الصحابة في بيته شهرا كاملا. يا الله، مرض عمر عندما سمع هذا القرآن يتلى. أحبابي، عمر عرض القرآن على قلبه. وهناك رجل آخر اسمه الفضيل بن عياض، سمي الفضيل بن عياض عابد الحرمين. تعلمون أحبابي أن الفضيل بن عياض كان سارق، واهتدى بآية واحدة عندما عرض القرآن على قلبه، تأثر وتاب حتى أصبح عابدا للحرمين. يوم من الأيام أراد أن يسرق، وصعد إلى بيت يريد أن يسرق منه، فسمع تالي للقرآن يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. تعلمون ماذا قال الفضيل وهو على الحائط، وهو فوق منزل الذي يريد أن يسرق منه؟ قال: بلى قد آن، بلى قد آن. أحد الصالحين يقول: كنت في المسجد، يعني مثل مريح مسدحة، ويسمع رجل يصلي قيام الليل، وهو يصلي: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول: أنا استيقظت وقعدت أسمع إياك نعبد وإياك نستعين، ويكرر يكرر، يقول: ما استطعت أن أنام تلك الليلة بسبب، يا يقول، فلحقت هذا الرجل إلى بيته. قال: ماذا فعلت بي؟ جعلتني أتأمل أكثر وأكثر في آيات الله. الإنسان يحتاج يكرر الآية ويعيش معها ويتأملها ويتدبرها ويطبقها، ويطبقها، لأن أصلاً القرآن هذا ما أنزل إلا من أجل أن يصل إلى قلبك، تدبر حتى يصل إلى قلبك فيغير في حياتك ويغير في سلوكك.
هذا الهدف من القرآن. كتاب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. عائشة رضي الله عنها كانت تقوم الليل يا الله. وكانت تردد آية وتبكي أمنا أم المؤمنين. يعني قيام الليل مو للرجال فقط. الله أكبر. القرآن مو للرجال فقط. عائشة رضي الله عنها تكرر هذه الآية وتبكي. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. تكرر هذه الآية فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم الليل إذا سمع آية فيها تسبيح سبح الله. وهكذا وإذا فيها عذاب تعوذ. هذا لما يدخل الإنسان في جو الآيات. الآن الآيات اللي كانت تقرأها أم المؤمنين عائشة وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، لما الإنسان لما يقرأ هذه الآية ولا يسمعها هو في الدنيا ويعرف أن هذه الآيات تحكي حال أهل الجنة في الجنة. أنا مقبل على أبو حسين، أبو حسين مقبل علي، والمشاهدين يا الله تتذكرون لما كنا نشوف برنامج قرار وكان الواحد منا يتمنى الجنة وخمن الله علينا أكرمنا تعيش جو مع هذه الآيات. اللهم أكرمنا. هذه الآية تحكي حال أهل الجنة. مين أهل الجنة؟ أنا وأنتم المشاهدين بإذن الله نقبل على بعض على أنهار الجنة وفي نعيم الجنة. يا الله تتذكرون لما كنا خايفين من النار، تذكروا لما كنا نصوم، لما كنا نصلي، لما كنا نقرأ قرآن، لما كنا ننفق نتصدق، كل هذه الأفعال كنا نسويها خوف من النار ونريد الجنة. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. لما يعرف الإنسان هذه الآيات تتكلم عن إيش وعن مين يتدبر أكثر وأكثر ويعرف قيمة هذا الكلام العظيم. شيخ علي سبحان الله، يعني لعلنا نحن نقرأ كلام الله سبحانه وتعالى يعني استوقفتنا عدة آيات. أنا يعني أريد أن أسأل يعني شيخ علي، ما هي الآية التي استوقفتك؟ صار مذيع. لا حن ما في مذيع برنامجنا كلنا مع بعض. لكن سؤال خطير والله. نسأل الله أن يعني شيخ علي يعاملنا بجميل سترة ولطفة. من الآيات العظيمة اللي الواحد فعلا يتأملها ويستوقفها ودائما حتى يعني يستطيع الإنسان أن يتفكر كيف يحقق معنى العبودية لله والتجرد من الحول والقوة. آية وما بكم من نعمة فمن الله. إذا الله عز وجل أعطاك قوة ولا فضل ولا وجاهة ولا كلام ولا روحة ترى مو منك. يعني هذه الآية اللي استوقفت علي العجمي يعني. يعني انا اقصد ان شو شلون هذه الايه سبحان الله الواحد لازم يتاملها فعلا. في بعض الايات كل النعم اللي انت تعيشها في بعض الايات تلامس واقعك وتلامس ثقاف قلبك تخليك توقف. شوفوا ترى قاعد يتحرش فيني انا بقول انت شنو الايه. اقول الله اكبر. اما الايه اللي دائما سبحان الله اقراها واتاملها كثير ايه في سوره يونس. الله عز وجل يقول والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. من أجل ذلك شيخ علي أنا دائما أقرأ هذه الآية وأقول لنفسي وأقول لإخواني من أراد دار السلام من أراد دار السلام فعليه بالهداية والاستقامة. الله أكبر. الآية والله أنا في الأجواء اللي إحنا قاعدين نعيشها تشوف أهل الباطل أفلام مسلسلات برامج قاعدين يعرضوها. الله أكبر. وتشوف الله عز وجل في رمضان أبواب جنة مفتوحة وأبواب نار مغلقة وفي كل ليلة عتقاء من النار ومن قام رمضان من صام رمضان من قام ليلة القدر
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أنا أقول ذولا أهل الباطل قاعدين يسووا هذا الشيء، والله يجعل لنا هذه الخيرات. إيش السبب ذولا كذا؟ والله عز وجل يجعل لنا هذا. فوجدت الإجابة في القرآن في آية، والله إني لما قريتها عرفت مقدار رحمة الله عز وجل بعباده. أهل الباطل يسووا كذا، أولئك يدعون إلى النار. الله عز وجل يجعلنا هذه الخيرات، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. اتخذ قرارا بأن تعيش مع آيات القرآن في شهر رمضان لتكون حياتك مع الله أجمل. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. إلهنا اجعلنا ممن يتدبر القرآن، اجعلنا ممن يفهم القرآن، اجعلنا إلهنا ممن يعمل بالقرآن، اجعلنا إلهنا من أهل القرآن، أهل الله وخاصتك يا رب العالمين. نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان. نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان. حياتي مع الله أجمل، حياتي مع الله، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء صلاة.